السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي، ان شاء الله دائما في سمو الصحه والعافيه. اليوم نتشارك معكم طارت لي طارت كصغار ساهلين كيجيو رائعين بزاف بعجين لي اكثر من رائع، وفي مكونات كيف ما عودتكم دائما جد سهله وبسيطه. فغادي نبداو على بركه الله. فهنا خديت 250 غرام ديال الدقيق، غادي نضيف عليها 4 كاس ديال السكر سنيدة، رص معلقة ديال الملح، ساشية ديال الفاني، وأيضا غادي نضيف عليها تقريبا واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة. كما كنعرفوا القاعدة ديال هاد العجين كنديرو نصف الكمية ديال الدقيق كنديروها زبدة، فأنا هنا غادي ندير غير مغاديش ندير 150 غرام دي 125 غرام ديال الزبده، وانما غادي ندير غير 100 غرام ديال الزبده، فجاتني كافيه ورملات ليا هذا الدقيق. فغير كنشوفوا العجين ديالنا ترمل وكنجمعوه ما بين يدينا وكيتجمع لينا، فهذا دليل على ان الزبده راه كافيه، ما بغيتش نضيف اكثر من اللازم. فكما كتلاحظوا هي كتجمع ليا ما بين يديا. غادي ناخذ واحد البيضه اللي كيكون الحجم الكبير كنطربها وكنضيفها على داك الخليط وكنزيد كنرملها مع داك الدقيق. كما درت للزبده غادي ندير حتى لهاد البيضه، فكما لاحظتوا راه كتجمع. فهنا بقى لي غير نضيف بعض القطرات ديال الماء، فما نضيفش كميه كثيره ديال الماء باش كيجي العجين ديالي ناجح. غادي نضيف غير تقريبا واحد 3 المعلقات ديال الماء على حسب النوعيه ديال الدقيق، فما غاديش تبقاو محصورين في هذه الكميه اللي ذكرت معكم. فغير تبان لكم العجين بدات كتجمع لكم واحد شويه غادي توقفوا على الاضافه ديالو. ايضا الملاحظه الاخرى، ما نعجنوش العجين وانما غير بقاو نلموه او نجمعوه على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. فباش يجينا ناجح فضروري اننا ما نكثرولوش الماء وما نعجنوهش في نفس الوقت. كيجي واحد العجين اللي مرمل وكيذوب في الفم كما لاحظتوا، غير تجمع ليا فكنتوقف على الاضافه ديالو، كمباشره كنحطو فوق سطح العمل وكنسرحو على هذا الشكل كما كتلاحظوا. كناخذ المول وكناخذ العجين، ما رققتوش بزاف العجين لانني بغيت نبسطو هكا باش ياخذ الشكل ديال القالب ويثبت عليه مزيان. الطريقه ديال العجين اللي جيت سهله وبسيطه وفي نفس الوقت راه كتجي ناجحه ورائعه. غادي نستمر هكا حتى نسالي الكميه كامله ديال العجين. فاش يبقاو ليا دوك هكا هاد المرصويات غادي نعاود نجمعهم بلا ما نعجنهم، نحط غير مرصو فوق مرصو ونسرحو بالدلاك. من بعد ما غادي نسالي الكميه كامله غادي ندخلهم للمجمد حتى تيدوزو تقريبا واحد 4 ساعة في المجمد كيقصحوا على الشكل كما كتلاحظوا. كناخذ فورشيط وكنثقبهم، من بعد غادي ندخلهم للفران كيجيو على هذا الشكل هذا، كيحافظوا على الشكل ديالهم ما كيديروا لا حفار لا حتى حاجه، كيجيو على الشكل ديال القالب كما حطيناهم. هنا غادي ناخذ سكر سنيده، غادي ندير تقريبا واحد 3 ديال المعالق. غادي ناخذ الكريم باتيسير، فثلاثة ديال المعالق ديال السكر كتجي الحلاوة هي هذه كتجي معتدلة. انا خديت الكريم باتيسير درت جوج ديال المعالق كبار عامرين مزيان، ضفت عليهم نصف لتر ديال الحليب، غادي نخلط مزيان وغادي نردها فوق البوطة حتى تتعقد ليا. هنا من بعد ما عقدت غادي نزيد عليها واحد ساشيه ديال الفاني، فكنخلي هاد ساشيه ديال الفاني مع معلقه ديال الزبده حتى الاخير حتى تنطفي على البوطه هكا باش تبقى النكهه ديال الفاني باينه مزيان. غادي ناخذ لي طاخ ديالي اللي من بعد ما طابو غادي نفرغ فيهم هاد الكريمه، راه كيجيو رائعين بزاف، العجين ديالهم كيجي مقرمش وكيدوب في الفم، وايضا الكريمه جيت سهله وبسيطه. فغادي نستمر هكا حتى تنعمر هاد لي طاخ ديالي كاملين. من بعد غادي ناخذ الفواكه اللي متوفرين عندي في المنزل غادي نزين بهم هاد لي طاخ ديالي. فاي فاكهه نتوما كتفضلوها متوفره عندكم في المنزل فيمكن لكم انكم تزينوا بها هاد لي طاخ ديالكم. انا خديت الكيوي، من بعد خديت الفريز، فالفريز كناخذ غير هاد الجناب هادو وكنقطعو هكا على جوج، من بعد كناخذ الجنب الاخر وكنقطعو بهاد الطريقه هادي، وكناخذ غير دوك الجناب اللي كيكونوا احمرين على هاد الشكل هذا، وداك القالب القلب ديال عفوا ديال الفريزه اللي كيكون بيض فكنستغنى عليه.
فغادي نستمر هكا بهذا الشكل هذا. كيجي المنظر ديالهم رائع بزاف، كيجيو ناجحين ولذاتين بزاف. كنتمنى انه يعجبكم، فدائما كنبغي نشارك معكم امور اللي جد سهله وبسيطه في متناول الجميع. فكنتمنى لكم نهار سعيد. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم بخير. الى عجبكم الفيديو فما تنسونيش من اللايك ديالكم. شكرا لكم.